كثير من الأفراد يقولون لا يوجد عندنا رأس مال، التجارة لا تحتاج إلى رأس مال، لا تحتاج حتى إلى دينار واحد، وإنما تحتاج إلى الهمة. الهمة هي رأس المال الواقعي. يمكن للفرد أن يبدأ وهو لا يملك حتى درهم واحد. كيف يبدأ؟ الله تعالى جعل في الحياة مجالات كثيرة. ولكن الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك.